نجاح تنتابع الجزء الثاني اليوم من ما بدها الأد طبعا مع دارين. فإذن بعد عنا نقاط كمان بدنا نحكي عنها بموضوع الإرادة اليوم تحت نحافظ على صحتنا. صحيح. وين وصلنا؟ صحيح، اتخاذ القرار من أهم الأشياء اللي ممكن يعيشها الإنسان وينفذها، لأنه أكيد مرتبطة كليا بنوعية الحياة اللي عم بعيشها، خاصة مثل ما كنا ذكرنا الموضوع خاصه بسرطان الثدي، الكشف المبكر، وأكيد كل يلي لازم نقوم فيه قبل ما ناخد قرار نوصل على الماموغرافي، على أمل أنه السنة الجاية تكون الإحصائيات أعلى بكتير ونسبة المشاركة بخوض صورة أشعة الثدي أعلى بكتير، حتى أكيد نضمن صحة أفضل. وصلنا لحكينا قبل نصايح خمسة، وبعد في عنا خمس نصايح أكيد بتساعدنا ناخد القرار وبتفهمنا نوعا ما ليه ما عم ناخد قرار، حتى ننتبه على هذا الموضوع ونرجع أكيد نظبط ونشوف شو بدنا نعمل، كوننا مسؤولين عن صحتنا، وصحتنا أكيد دغري مرتبطة بعائلتنا وراحتهم وطمأنينة تبعهم، أكيد طبعا طالما في صحة جيدة. إذا وصلنا ل نصيحة رقم 6 لليوم، ويلي هي أكيد القرار بأخذ بخوض هالكشف المبكر مرتبط بأنه الواحد بخاف يروح، مثل ما ذكرت غادة، بخاف يروح يعمل الماموغرافي لأنه بده يكتشف شيء يمكن منه مستعد يعيشه. يعني هيدي الفكرة قدي عن جد أكيد حقيقية، وأكيد مثل ما حكينا قبل مرتبطة بصورة تانية اللي عقلنا ما بده يشوفها لألنا. نحن مجرد ما نعرف حالنا مريضين أو عنا مرض مزمن معين، دغري هيدي الحالة كمان بتعطينا صورة العزل، أنه نحن بدنا ننعزل عن المجتمع يلي عايشينه وعن الأكتيفيتي أو عن طريقة أسلوب حياتنا يلي متعودين عليه. دغري منخاف من التغيير، ما بدي أعرف شو بني، بفضل فجأة أعرف شو بني على أنه روح تعرف شو بني. وكمان مجرد ما عم بعرف شو بنا عم دغري عم بقرب موضوع العزل، انا بدي انعزل لاني بدي اكون مريضه وبدي تابع علاج معين. يعني هودي الصورتين قد ايه عن جد بكبلوا الانسان وارادته وفعل اخذ القرار، لانه عن جد عم بيشلوه فعليا، وهودا كله يعني هلا الاكثريه عم بيقولوا انه اكيد لا، بس انكونسيامون باللاوعي تبعنا نحن تلقائيا مرتبطة هيدي الصورة بهيدا الخوف، والخوف بالشلل، والشلل أكيد الاجتماعي، والشلل إنه الواحد يعمل القرار اللي لازم، وهيدا شيء لازم نفكر فيه ولازم نعيد حساباتنا ونواجه، لأنه مزاجنا بهيدا الموضوع مش رح يغير حتمية إذا نحن عنا سرطان ثدي ولا لا. يعني خفنا ولا ما خفنا، إذا موجود موجود، وإذا مش موجود قد ايه رح ننبسط كمان بالنتيجة، وإذا موجود يعني كمان قد ايه رح نقرب الخطة العلاج ونضمن الشفاء ونضمن أكيد صحتنا الجيدة. إذا ما تخافوا من موضوع الكشف، نعرف نغير ننعزل أو لا نواجه، هذا شيء كتير طبيعي، هذا شيء كتير إنساني، هذا شيء كل العالم بتحسه، مش بس بموضوع المرض. يعني حتى أوقات نروح نعمل انترفيو مع شركة جديدة أكيد مش رح يقبلونا، أو أكيد مش رح يكون بالأشياء النيجاتيف قبل ما إذا هيدا الموضوع كمان نقدر نتحكم فيه. وأكثر من هيك، في بعض الأشخاص عندهم خجل، وهيدا واقع كمان، يعني إنه ما بدهم يتعرضوا لصورة الأشعة للثدي لأنه ما بدهم يوقفوا قدام الماموغرافي، كمان عورات، أما يتعرضوا لفحص الطبيب. يعني هيدا في خجل كمان مرتبط بطريقة تفكيرنا وطريقة تربيتنا، وما لازم حدا يشوف، وما لازم حدا يلمس، وما لازم حدا يدقر هيدي الأماكن الحميمة. إذا هيدا الموضوع كمان نوع من الثقافة لازم نفكر فيه، ولازم نربطه بالطب، ولازم نربطه بعملية انه رح تجيب لنا إفادة، انه انا اذا تعرضت لطبيب اكيد بطريقة مهنية عم بيكشف المرض بهيدا المكان على
على الصدر او على الثدي، يعني هيدا الموضوع ابدا ما لازم يكون في خجل ابدا، بالعكس نحن لازم ننبسط انه نحن عم نواجه جسدنا بالاماكن الحميمه تبعه حتى نضمن صحتنا، يعني ليك هيدا الجرأة الايجابيه كمان. دونك كل هودي الاشياء اكيد الواحد ما بيكتشفهم هيك، بليز حكينا كثير نحكي مع ذاتنا، نشارع حالنا انه لا ما تستحي، بدك تستحي روحي، مش ضروري نحكيهم مع العالم، وكمان نشوش افكارنا اكثر. خلينا نعمل سيلف كوتشنج، كمان بحكي عنهم كثير بالحلقات، سيلف كوتشنج انه لا يا دارين شدي حالك وروحي واعملي اللي لازم، نقي طبيب بترتاحي له، نقي يعني كل هودي الامور العوامل المساعده للقرار اللي باخده. خليني هلا يعني كمان في اشياء متاحه صارت بتساعد بانه واحد ياخذ قرار طبعاً. بس ما بيعرفون العالم لانه حاطين خط انا ما بدي هن بالنسبه لهم. دونك نحكي مع حالنا نقول طب انا شو اشياء يمكن مجرد ما اخذ حدا معي يريحني القرار، ولكن القرار ما نربطه لا بالمطلق وايه بالمطلق، شو ما كان القرار اللي عم ناخده، ايه مع شروط بتناسب تنفيذ القرار، ولا مع شروط كمان بتغيره وبتنقله لمصلحتنا. اذا هون كثير مهم بليز هيك تسيروا مع حالكم، هيدا احلى شيء. حطوا فنجان قهوه وقعدوا تسيروا مع حالكم عن جد. واكثر من هيك اللي عم نقول تسيروا مع حالكم، وبنوصل للنصيحه رقم 7 انه في عندنا كثير معلومات، يعني نحن جماعه بنحب نجمع معلومات، نسمع من هون نسمع من هون، بناخذ من خبره شخص بنعرفه بنزيد على خبرة شخص ما بنعرفه، هودي كثرة المعلومات بتضرنا ما بتفيدنا، يعني أكيد مرقنا بمرحلة إنه الثقافة كثير مهمة، ولكن الثقافة الغير مجدية والمعلومات الغير مجديين، هودي لشو؟ عم بتعبوا الإنسان، عم بكبلوا له أفكاره، عم بخلوه يخاف بشكل غير مباشر وما يقوم بالخطوة يلي لازمة بس لأنه عنده معلومات كثيرة. يعني تخيلي كمان قديه بنقول المعلومات حلوه والواحد يتثقف، قديه عم بتضره للانسان اذا ما عارف يستعملها ويعرف انه هيدي معلومات صحيحه ايه اما لا. صحيح. تخلص من الغير مجدي، يعني انسوه، معلومات زياده عن اللزوم عن موضوع الكانسر والبريست كانسر انسوهم، خذوا الخبره تبعكم بصغره بقد ما هي حتى تستفيدوا من القرار اللي بتاخذوه بطريقه اسرع لانه ما في شيء مكبلكم. معلومات كبوهم، الاشياء اللي ما بتنفعكم لشو تعملون لشو تقوموا فيها، جيبوا المعلومات من مصدرها الاساسي، مصدرها الصحيح، هيدي هي بس هالقد. صحيح. وما بياخذوا المعلومات من مصدرها الصحيح الا اذا راحوا على سنتر الماموغرافي او عند الطبيب المختص حتى يقدروا فعلا يعملوا ايفالويشن اسسمنت لوضعهم بشكل طبيعي. اذا بنرجع للقرار الاول انه خذوا القرار وروحوا حتى تكتشفوا اللي لازم، وهيدا من اهم الاشياء اللي لازم نعملها ونخففها ونلتزم فيها، خففوا معلوماتكم قد ما فيكم، تخلصوا من الاشياء الغير مجديه الغير مفيده حتى تتحرروا من الاشياء اللي بتتعبكم والاشياء اللي خاصه بعائلتكم بتقولوا انه اف يا دله ويا دله ويا دله. طب ما هودي معلومات كثيره منا رح تصير و99% من الاشياء يلي بنفكر فيها وبنعتل همها، تخيل النسبه 99% ما بتصير، هودي افكار بس موجودة بمخيلتنا وبطريقة تفكيرنا. مشان هيك خلينا نريح حالنا، نريح حالنا قد ما فينا ونتعاطى بالموضوع بشكل حضاري، وهيدي الحضارة وهيدا الرقي اللي حكينا عنهم أكيد رح يكونوا إضافة لعائلتنا، ومنرجع منقول ومنرجع منزيد ومنردد كل مرة أنه كل أسلوب طريقة تفكير أو كل شغلة عم تعملوها بحياتكم ولادكم عم بيعملوها لكابتشرينج عم بيلتزموا فيها، وانتو كيف عم بتصيروا قليلين الخصية ومستلشقين بحياتكم وبصحتكم تلقائيا اولادكم راح يستلشقوا بصحتكم. هل هيدا الشيء بدكم اياه؟
يعني هون كمان بنرجع لانه الواحد يحكي مع حاله، هل هيدا الشيء انا بدي لعائلتي؟ انا هيك بدي اعلم بنتي، انا هيك بدي اعلم ابني، يكونوا مستلشقين بصحتهم، يكونوا مستلشقين بتنفيذ القرارات المفيده لهم. تلقائيا اولادكم رح يكونوا مرايه عن طريقه افكاركم وطريقه تصرفاتكم. بقى بليز اذا مش لكم وما بهمكم وضعكم انتو، بلا مش إيه؟ مقبول ومش مسموح تعرضوا أولادكم لهيدا الموضوع، هيدا مش مسموح أبدا. يعني هون بحكي شوي بعصبية وبجدية، لأنه تخيلي أنه نسبة الاستلشاء صايرة كتير عالية، أكيد لأسباب نفسية ولكآبة ولظلم ولكتير أشياء يعني عم نعيشها، في مشاكل كتير بالمجتمعات صحيح، ولكن 100% مش مسموح. طالما هيدا الشيء موجود بظروفي بعصري، ليه بدي انقل هيدا الباترن يلي حكينا عنه لهالاسلوب التصرفات الدائم المتكرر لاولادي؟ انا عندي مسؤوليه تجاه اولادي، لازم اكيد فرجيهم الاحسن، الطريقه الانسب، واكون مثلهم الاعلى بكل معنى الكلمه، واكون عنوان حضاري وراقي لالهم، لانه هن اكيد رح يتصرفوا مثل ما انا عم بتصرف. وتلقائيا انا هالمسؤوليه مش بس علي انا كامراه، واكيد انا مسؤوله عن عائلتي ونص المجتمع واكثر كمان هلا مع النسب الحاليه، دور الرجل بتشجيع المراه كمان كثير 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 مهم. يعني كل اللي حكيناهن قبل، اذا ما في كمان رجل سنة واعي مثقف راقي عنده قيمه للصحه ولنوعيه الحياه، المراه اكيد بتكون عم تعمل اللي لازم واكثر. ما لازم ننطر حدا تنقوم باللي لازم، وخاصة إذا رجل غير نافع وغير مجدي بحياتنا، ولكن موجود، وصلنا لمرحلة هو موجود باخد القرار يلي لازم. ولكن هون كمان منوجه الحديث لكل الرجال يلي عم بيحضرونا وعم بيتابعونا، شجعوا بشكل إيجابي نسوانكم، زوجاتكم، أمهات أولادكم، حتى يحافظوا على صحتهم. ومش موضوع أنه روح أعملي ماموغرافي، متابعة حلوة، يعني هيدي الحياة منا صورة كابتشر بناخذها، هيدا فيلم كامل، يعني نهار ورا نهار ورا نهار تتغير، اكيد ما لازم نستلشق فيه ابدا ابدا ابدا. التشجيع الايجابي مثل ما الزوج او البي عم بيشجع مرته، كمان ابنه عم بيشوف هيدا الشيء، عم بيفتخر ببيه، عم بيحافظ على صحه امه، لكل شان يعني كله مرتبط ببعضه. يعني اذا بناخذ دقيقتين ثلاثه ومنفكر بكل هودا الاشياء قدام، نلاقيها عن جد حلوه ومجديه ونافعه، واكثر من انه نكون ايجابيين بحياتنا قديه عم نكون مرتاحين بحياتنا، مرتاحين. خي انا عم باخذ قرار صح، عم بفكر صح، عم بنفذ صح، عم بعيش وعم بعيش اللي حوالي صح. وهيدا اكيد شيء بنتمناه للكل بجميع الحالات، على امل انه كل مريض يشفى، وكل شخص معرض اكيد يعرف قبل بوقت من خلال الكشف. كلنا معرضين، ما في حدا منه معرض لاي شيء بهالحياه. احنا بنشوفك الاسبوع الجاي، الله راد، اكيد الله راد، لحتى كمان نتابع بفقراتنا ومواضيعنا العديده. انما هلا رح ننتقل لحتى نكون مع شيف ماريو ونتابع فقرتنا مع ورشه ملح.